كان في طحوب ديال سميتو ديالاش غير ديال الطيبون ليش تيبلا الطيبون غنديرو فين عديش اخويا طحوب ضروري ديال الطيب ورحمه الله وبركاته. اهلا البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايره المصحه؟ كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير ان شاء الله، نتوما وليداتكم كلشي مزيان، مهلين فريوسكم. شكرا لكم بعدا، شكرا لكل اخت على الفيديو ديال البارح، لهلي خطيكم عليا، والتفاعل ديالكم صراحه فرحني، التعاليق ديالكم فرحوني، وحتى اللايكات ديالكم صراحه. شو البنات ملي كديروا لي لايك الفيديو ديالي يعني كيخدم معايا اليوتيوب، وتبارك الله دخلوا معايا، دخلت معايا البارح شي 30 اخت اللي دخلت معايا البارح، فرحانه 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 بزاف. البنات شجعوني، الا بغيتوا قناتي تطلع ليا شويه شجعوني البنات باللايكات ديالكم والبارطاج، البارطاج مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم. كيف ما كتشوفوا الغزالات، المهم الحماس ضروري، مش فيه الحماس البنات والطاقه الايجابيه نديروها في بعضياتنا شويه. دابا مع يعود البرد البنات ضروري كيعود شويه العجز، ولكن ضروري ما ندير فيكم شويه الحماس الغزالات. كيف ما كتشوفوا هنايا البنات، نط هنايا كنخمل في بنت بيت بناتي، كيف ما كتشوفوا البنات عرفتوا هذوك لي زهرات اللي كنت خديتها البنات اللي شاركت معكم نهار السوق، عرفتوا فنين كنت جبتهم وشللتهم البنات. اش نقول لكم، فنين فنين رطبين، هادو جبتهم ديال البرد، ما عندنا حنا الشتا بدات كتصب، عرفتوا عندنا شي 3 ايام هادي وهي كتصب الشتا. صافي جبت ليهم البنات لي زهرات شويه سخان كيف ما كتشوفوا، درتهم ليهم صافي، وغندوز نجمع البيت ديالي ونجمع المهم اختكم. غندوز نشارك معكم حتى الميريندا، البنات اللي قالوا لي زهره شاركي معنا الميريندا اللي كدير لبنياتك، غنحاول البنات كل فيديو ندخل لكم اشنو كندير لبناتي، بحكم تاخذوا البنات فكره. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي طلبوني لي زهره شاركيها معنا، المهم خليكم مع الفيديو البنات، وكنتمنى تكملوا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر، لانه كله استفاده البنات وكله نصائح. شكرا لكم من جديد اخواتي، ونخليكم مع الفيديو. البنات كيف ما كتشوفوا، بالنسبه لبنات الميريندا ديال 10 هنا درت لهم بنانه كيف ما كتشوفوا، ودرت لهم عصير صغير ديال الفروته، ودرت لهم البنات بانكيك راكم شفتوا هادشي اللي درت لهم اليوم. كل نهار نحاول نشارك معكم البنات باش تستافدوا وتاخذوا بحقها فكره البنات. المهم هنا البنات غندوز نشارك معكم الغديوه ديال نهار اليوم، عرفتوا كاينه الشتيوه ديال واحد الزعلوك تهيته. قبل ما نشارك معكم هاد مرلوتو اللي بزاف البنات طلبوني ليا زهره شاركي معنا الحوت كواري بهاد مرلوتو، هذا من ديال اوروسبين، وبزاف البنات اللي ديجا جربوه لانني ديجا مشاركاه معكم انا في واحد الروتين. المهم هنا البنات اول حاجه غندوز نشارك معكم طريقتي للبنجال في الزعلوكه البنات. هالطريقه هذه سهله، وبالزربه كتوجدي الزهرك ما كتعكزيش عليه وكيجي واعر البنات. جربوها طريقه وردوا عليا الخبر. كما كتشوفوا البنات بالزربه شديت الدنجال،
حيدي شويه القشره النعاس، هانتوما راه حيدي القشر وشي حاجه خليتها، هانتوما شي حاجه خليتها وشي حاجه حيدتها. صافي درت هنايا البنات واحد الفليفله اللي شديتها حتى هي قطعتها قطع صغيره، درتها المهم درتها شويه غليظه على حسب حيت غدوب. صافي هنا بالنسبه للبنات العطريه اشنو كندير فيه، هنا قطعت كلشي غندوز ندير واحد الملعقه البنات ديال الحرور، عندي هنا ملعقه ديال الحامض مصير، دائما الحامض مصير البنات العطريه والحامض مصير رقم غنخلي لكم من عند منجاني من عند الاخت منى العطريه فنة البنات، غنخلي لكم الرقم ديالها حيت كتسولوني دائما هذا السؤال، وانا الرقم راه كنخليه لكم معلق في اول تعليق. عندي ملعقه البنات ديال الكمون كبيره، عندي هنا ملعقه صغيره ديال سكنجبير، ملعقه صغيره ديال التحميره، وملعقه صغيره البنات ديال الخرقوم عرق، وعندي واحد ثومه هي اللي قطعتها قطع صغيره كيف ما كتشوفوا البنات. غندير واحد نقايطه ديال الماء كيف ما تقريبا واحد نصف كاس ديال الماء البنات. عندي واحد جوج ملاعق ما بين زيت العود، زيت العود وزيت العاديه، صافي غنضيفها. صافي البنات وغنخلطو، صافي وغنسد عليه ببوطه نهيله. غايتديروا عليا البنات مطيشه تحطوها، ما ديروا مطيشه اللي ما كنحط فيها مطيشه لا والو، هذه الطريقه هذه كتجي كيجي زوين. صافي غنسد عليه وغنديروا طيب بوطه مهيله. وغندوز البنات غنشارك معكم بالنسبه للحوت الكواري اللي طلبوا مني بزاف البنات، كيف ما كتشوفوا هنا عندي مرلوت البنات اللي شديته وصلته وخليته في ستكتر واحد شويه كيف ما كتشوفوا البنات. وهنا عندي البنات الماكينه ديال اللي كنت خديت، هذيك الطحانه اللي كنت خديت من ليدل هي اللي كنطحن فيها الحوت، صراحه نفعتني بزاف بزاف. صافي هنا بالنسبه للعطريه البنات درت ملعقه صغيره ديال سكنجبير، ملعقه صغيره ديال الخرقوم، ملعقه صغيره البنات ديال الحرور، وملعقه شويه البزار حيت درت الحرور ديجا حار، درت واحد لون البنات واحد الثومه اللي شديتها حكيتها، ودرت واحد ملعقه كبيره ديال الربيع البنات، شويه تحميره وشويه المليحه، وعصرت نصف حامضه في هذا الحوت. صافي كيف ما كتشوفوا غنخلطوا مزيان مزيان البنات. صافي شديت واحد المقيله قطعت فيها واحد البصيله البنات قطع صغيره، وقطعت فيها واحد الفليفله حتى هي قطعتها قطع صغيره، ودرت عليها نفس العطريه البنات اللي درت في الحوت كيف ما شفتوا، ودرت عليها شويه زيت الزيتون خليتها تشحر، وزدت عليها البنات شويه مطيشه. هي فين غنديرها البنات هاد الحوت فاش كيعجبني بالزربه كيوجد، يعني ما رديتو انا البنات حتى الوحده، تقريبا البنات 15 دقيقه كان الحوت عندي واجد في المقيله، كيجي فن البنات شهوه منه احسن من السرديل، عفسوا البنات والله ما تقنعوا منه، ديروه وردوا عليا الخبر. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كيف قلت لكم درت بصيله صغيره، بصيله قطعتها قطع صغيره، فليفله هي قطعتها قطع صغيره، نفس العطريه البنات اللي درت في الشرمو في الحوت هي اللي درت في الشرموله. صافي درت عليها واحد المطيشه محكوكه، او درت المطيشه دير واحد شويه من المطيشه ديال القرعه. صافي البنات وكيف ما كتشوفوا كنبدا نكور في الحوت، ونسيت ما ذكرتش معكم البنات الا بغيتوا تلوحوا واحد شويه الروز هذا كيبقى اختياري الا بغيتو ديروه، ما بغيتوش ديروه ما ديروش، ولكن انا كيعجبني شويه واحد ملعقه كبيره كلوحه ديال الروز البنات، كتجي حتى البليله كتجي حتى البليله البنات كتجي خاطره وزوينه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا البنات من بعد ما كملت هنايا الحوت ها نتوما غندير عليه ثاني شويه الربيع، غنزينو بشويه الربيع، انتم حكيمه راه كدير معايا في المونتاج. درت عليها البنات الزيتون، ودرت عليها الحامض حتى هو مصير، وضفت عليها تقريبا واحد نقيطه البنات راه ماشي بزاف، نصف كاس ديال الماء تقدروا تضيفوه. صافي وغنطيبو، درت زدت عليها واحد الملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، صافي وغنخليه يطيب على خاطره كيف قلت لكم البنات 15 دقيقه ديجا واجد. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غنشارك معكم هاد الشلايده هادي حتى هي كتجي غزاله البنات. هنا عندي البنات اي باستا عندكم تقدروا تسلقوها بشويه الزيت وشويه المليحه، عندي باطا ديال الطون، باطا البنات ديال المايس، وعندي هنايا جميع الخضره اللي عندكم خيزو القرعه
الفلفله تشدوها تشحروها البنات حتى تحسوا بها طابت، وتضيفوها في هاد الشلايده هذه. تضيفوا البنات شويه زيت الزيتون، شويه البزار، وشويه المايونيز. هاد الشلاده هذه البنات راه ما كيقنعوش منها حتى هي الوليدات. تقدروا تقدموها البنات مع بحكا مع الحوت، مع الحوت كيفاش كيجي شفتوا البنات هنا كان كيجي على زويناته. وها الحوت البنات ها انتوما عندك الفوتوكوبي ديال سميتو ديالاش غير ديال الدبلوم ديالاش الدبلوم الدبلوم ديالو فين ما عديش اخويا الفوتوكوبي ضروري ديال الدبلوم انا دابا جبدهم لك سير طب وين الجنسية طب وين الجنسية المهم البنات درت هنايا العصير ديال هذه الباربا البنات والبنان والليمون كيف ما كتشوفوا كان عندي غير جوج الويمينات عصرتهم ودرت الماء البنات شي لاخر درتو ما عرفتو جا واعر صافي هنا ها انتم البنات ها الشلايده هي جات زوينه صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا غنحط لان مغدي معايا حتى ايوب صافي كيف ما كتشوفوا غندوز نحط هاد الشلايده هادي في الطبيسلات وغنحط الزعلوك حتى هو اللي شاركت معاكم. المهم كيف ما شفتوا البنات غادي يولي ساهل وبالزربه كتوجد ما كتاخذ لا وقت كثير لا والو. كنشارك معاكم البنات الشيوات والسلطات اللي بسرعه كيوجدوا يعني ما كياخذوش معاك وقت كثير راكم عارفين البنات جري عليا نجري عليك. دابا مع الوليدات ديهم المدرسه كتقلبي غير الحاجه السهله والحاجه اللذيذه دائما والحاجه اللي بنينه بنينه عفسو هذا الحوت كيفاش جا ما نقولش لكم ضروري ما تجربوه ردوا عليا جا كيشه تبارك الله عفسو مخليناه بصحتنا وراحتنا كلنا فيها البنات صحه عجبنا عجبنا ما بقاتش حتى بناتي عزيز علي ملي كندير سلدي ما كيبغيوش ليا وملي كندير هذا الحوت كياكلوا ليا وليداتي. هادشي اللي كاين روزيلات ونخليكم مع الفيديو شمس العاشي قد غربت واستعبرت عيني من الفرقة على الشفق قد سطرت حين غيبت زاد العاشق شوقا حتى الطيور قد جيت نختم معكم الفيديو ونهضر معكم شويه على هذا الفيديو هذا. المهم البنات كنت حطيت واحد الصوره في الانستغرام ورجعت مسحتها وشي اخوات اللي كيزار علاش مسحتي لي ستوري ديالك ديال الحجامه. المهم البنات انا هذه راه ما كانت فراسي ما يتعاود خلاوها مني مشى زكريا المغرب دار الحجامه انا ما فراسيش لانني انا البنات هادشي ما كنفهمش فيه ما عارفاش حتى دخلت بحثت فيه وسولت صراحة كعيت عليه قلت لي انا علاش درتي الحجامه بلا ما قلتيها ليا اجداك. المهم كعيت صراحه ولكن مني دخلت وبحثت هو لاح ليا شي فيديوهات صافي عاد بحثت وقريت فيها عاد اختكم عاد تكلميت. المهم هنا البنات بالنسبه للاخوات اللي سولوني وقالوا يا زهره من راجلك مني دار الحجامه باش كيحس يعني واش دراتو لا البنات سولتو قال لي بالعكس كنحس بانني عظامي خفافوا عليا عظامي خفافوا عليا. كان هو صراحه كان دائما كيقول لي باغي نمشي نتبرع بالدم تبرع بالدم وهذا هو اللي كان كيقول لي ولكن قال لي لقيت فرصه مع كان مشى عند الاخت ديالو ولقى مع شي وحده باغا دير الحجامه لشي واحد وهي تقديرها انايا. المهم روزالات وبالنسبه للبنات اللي قال لي علاش مسحتي سطوري ماشي غير رجعت مسحتو هكذا البنات قلت نشاركو معكم في اليوتيوب وانا شاركت معكم الاخوات اللي كانوا شافوا حتى هاد السطوري هذا. وهنا روزالات غنحبس معكم الفيديو نقول لكم السلام عليكم. اي سؤال خليوا لي البنات في التعليق وراني غنجاوبكم اخواتي. وهنا نقول لكم قبل ليكم تهلاو في يوسكم وما تنساوش دائما انني احبكم في الله بناتي ما خلناش ندير المونتاج